يعني شوف الكارثة، قلت لك من قبل باستقراء للأحوال التي أراها 80% من بناتنا غير صالحات للزواج، 80% و90% من شبابنا غير صالحين للزواج. ليه فضلت الدكتور؟ ليه؟ هو الزواج ده ايه؟ هو يعني احنا بنسلم جسد يعني كده، يعني مثل كيان. هذا الكيان، هذا الكيان. هل تعرف البنت كيف يفكر الرجل؟ هل الرجل الذكر العريس يعرف كيف تفكر المرأة؟ هل يعرف، هل تعرف المرأة ان هذا الذكر الذي تتزوجه او الرجل الذي تتزوجه هو عبارة عن منطق التفكير عنده امامي وغرفة واحدة تفتح للتفكير وللتعبير، وهي العكس تفتح كل الغرفات في وقت واحد. اذا ادرك الرجل طبيعة المرأة قلت الخلافات، واذا ادركت المرأة طبيعة الرجل، ادركتها زوجة عوف بن محرم الشيباني بالفطرة كيف الجاهلية في الجاهلية لما اوصت بنتها للعرس من ضمن الكلام قالت لها لو استغنت بنت عن الرجال لغنى ابويها لكنت اغنى الناس. لو البنت تستغنى ما تتزوج ليه من عايشه في كنف ابويا ويصرف عليا وحنون وامي حنونه سبحان لكن الرجال للنساء خلقوا ولهن خلق النساء. شو الكلام؟ الله يا بني وصيتها العشر اشياء اللي هي كانوا بيدرسوها زمان، لكن من ضمن يا ابنتي لا تهتمي ان كان فرحا، ما تحزنيش وتنكد عليه وعلى اللي خلفوه لما يكون فرحان. الله يكرمك. يعني وصلت يا دكتور الله. يعني هو راجع مبسوط وان المدير بتاعي قبلني وقال لي والله انت يا استاذ فلان ما شاء الله احسن واحد في المؤسسه، يعني خلاص يعني ادك ترقيه ادك كذا مرتب. سبحان لا تهتمي ان كان فرحان ولا تفرحي ان كان مهتما، عنده هم معين. الواجب الذكاء الاجتماعي غاب عن ابنائنا وبناتنا، لذلك انا بقول ليه غير صالحات وغير غير مؤهلين. احنا ما اهلناهمش الزواج. شوف مش احنا بنوديهم في البلاد عشان نعمل لهم كشف طبي لخلوهم من امراض معينه؟ صحيح. طب هل وديناهم ذهبنا بهم الى المختصين حتى يخلو الولد او البنت من الكبر والحقد والغل والحسد والغباء الاجتماعي؟ في ناس لو تفكر ان كثير من بناتنا يظنون ان الزواج كله عباره عن فستان ابيض والزفاف والحفله بس، وبعدين تصبح الصبح تبص في وش الراجل قال له ايه ده؟ صحيح. هنهوت في وشه ده لا ونقضيها كلها حب وورود و سبحان الله. يا ريت يا سيدي احنا نتمنى. لا يعني الفكره حتى عن الزواج اصبحت فيها قدر كبير من مما نراه في على شاشات التلفاز. شوف يعني هل يجوز ان الامه تاخذ اصلاح كيانها وكينونتها من مسلسل صحيح عمل مخرج هو فاشل اصلا في بيته؟ ما ينفعش الكلام ده.